يعطيكم العافية متابعين مكاريو 21. نحن اليوم مباشر حوار مع الناشط الأستاذ حسن عادل بزي وغنى عن التعريف. العفو أستاذ حسن. أول شيء أنا بشرفني أن يكون عم بعمل مقابلة معك، شرف لي وأهلا وسهلا فيكي، لأنه في أمور هيك بدنا نحكي فيها. نحن نشوف على الفيسبوك شو بتكون كاتب، بس نحن ما نحكي هيك حوار معك. خلينا أول شيء ذكرك لما كنت أنا قبل الانتخابات أو قبل ترشحك موجودة عندك في المكتب، قلت لك سألتك بدك تترشح، قلت لي أنا ما بترشح إلا إذا كانت لائحة واحدة ومأكدين في ربح، يعني في خرق صار لي بدك إياه. إيه للصراحة يعني نحن بنتميز نكاد نكون الدائرة الوحيدة الجنوب التالتي اللي صار فيها معركة جدية بكل معنى الكلمة بالمواجهة، لأنه أكبر دائرة في لبنان قدرنا نحصل على أو نشبك نكون لائحة وحيدة في مقابل لائحة أحزاب السلطة. كان عندنا توقعات إنه هناك إمكانية للخرق بمقعد واحد، واحتمال إذا المغتربين أو الطبع العام ساعدنا قد نخرق بالمقعد الثاني، وحددنا إنه الخرق بده يكون بالمقعد الدرزي والمقعد أرثوذكسي، وكنا راسمين الأمور كما هي نظرا لأنه التأثير السياسي لقوى السلطة على جمهورها، ضعف تمويلنا المالي وعدم قدرتنا على نقل الناخبين من بيروت لينتخبونا، عدم قدرتنا على تأمين مندوبين لكل أقلام الاختراع. كان بدنا حوالي 1500 مندوب، كل اللي قدرنا عملناه عملنا 300 مندوب. فكان توقعاتنا أنه هذه المعركة سوف تكون بخرق بمقعد أو مقعدين كحد أقصى، واعتبرناها إنجاز، خاصة أنه ضمن 30 سنة ما قدر حدا يخرق بالدائرة الثالثة بالجنوب، وهذا انتصار يبنى عليه يعني. واليوم المعركة بدها تنتقل للناس الصامتة، 60% بالدائرة الثالثة ما انتخبوا، يعني لهود 60% بعد 15 فقط انتخبوا، كنا أخذنا بعد مقعدين. اللي فينا نقوله بالتعداد الأرقام أنه أحزاب قوى السلطة وخاصة الثنائي بالتحديد قدروا 80% من جمهور الانتخاب انتخب، أما الناس اللي ما انتخبت هي اللي بتقول صوتي شو بيعمل لوحده أو ما عندي قدرة على التغيير، وهول طلعوا 60%. لو نزلوا انتخبوا تأكدي أنه كان في مفاجآت كبيرة. الأمر ينطوي على كتير دوائر انتخابية، كل مواطن لا يؤمن بصوته أنه هو صوته تغييري ساهم أنه النصر ما كان إلا بخرق 17 مقعد ضمن لبنان. لو كلنا نزلنا وقاتلنا كنا عم نحكي حد أدنى عن نصف بقاع مجلس النواب. استاذ حسن، بتعتبر هيدول الستين بالمئة اللي ما صوتوا كلهم لانه اعتبروا انه هن صوتهم ما بيعمل شيء، او في عنا نسبه اللي كمان بال 2018 ما صوتت وكان تقريبا 50 او 51% ما صوتوا؟ هيدول الناس ما بتعتقد انه هيدول الطبقه او الناس الفئه اللي بدها شيء يقنعها؟ صحيح، انا مقتنع معك. عندهم ثقافه اكيد يعني. هلا انا اختصرتها بكلمه انه صوتي ما بيقنع، لانه هو الغالبيه العظمى دائما بتشوفي بالناس انه صوته شو بيعمل، انه لانه خصمك عنده ماكينه انتخابيه كبيره، عنده وسائل اعلام ضخمه، عنده يعني شيء مرعب على الارض. لذلك هون بدي استذكر ارجع انتخابات اللي سقط فيها الرئيس سليم الحص، بوقتها الناس اجمعت على الهزيمه قبل حصول الانتخابات. ليش؟ لأنه كان تيار المستقبل عم يعتمد أسلوب المسيرات، فتح حوالي 500 مكتب انتخابي ضمن بيروت، فكان هود زيت 2000 شخص اللي عندهم مكاتب انتخابية موجودين فيها ويروحوا مسيرات الصبح وظهر بالليل، أعطوا حالة للناس أنه روما سقطت من هل من الآن. لما طلعت النتيجة كانت المفاجأة، بيروت لم ينتخب فيها إلا 30% وتحديدا 29%، 70% انهزموا ببيوتهم. ففاز الشهيد رفيق الحريري بوقتها بحوالي 20% من أهل بالعربية، لكن كان في 70% انهزموا سلفا بفعل الإعلان والدعاية. الأمر ينطبق ولا زال يتكرر، كل شخص فينا دائما بيقول أنه أنا صوتي ما بيغير،
وهون الإشكالية الكبيرة، هول العدد الأكبر. هلأ في ناس أكيد ما انتخبوا، ما في وسيلة نقل تطلع عندهم، أو ما انتخبوا ما في بديل، أو بيعتبروا أنه اللائحة أقل، عم يحكي على لائحتنا أنه لا فيها، أنه الانتخاب بيفرض أنه انتخاب اللائحة انتخب كل اللائحة، فبالتالي في أشخاص ما بشكلوا لو عندهم مصدر ثقة، وهذه صارت معنا كتير. يعني أنا حدا من ولاد عمي لازم قال لي أنا ما بدي انتخب الثنائي، بس أنتم بالمقابل ما يكون حدا على اللائحة كتائبة مثلا، فبالتالي ما أعطى اللائحة. فها بس هول العدد ما بتخطى 10%، دائما العدد الأكبر هو أنه صوتي لا يغير، هذه حالة الهزيمة الموجودة. هلا تعي عيد الانتخابات رجعي، بأكد لك على أنه منقدر ناخد مقاعد انتخابية أكثر، لأنه ناس حست أنه ممكن صوتها يغير لما شافت النتيجة على الأرض. نعم، يعني بتعتقد بعد 4 سنين إذا عشنا وإذا كان مغير القانون، يعني هلا أنا حتى لو بهيدا القانون، يعني بتشوفي بمراحل بالتعداد لسير الأمور التحسن، الوعي السياسي بطيء ولكنه قائم. يعني بالدورة الماضية على ذات القانون المعارضة خرقوا بالسيدة بولا يعقوبيان لوحدها، بغض النظر عن موقف البعض منا كحراك او مش حراك، ولكننا كمعارضه خرقت لوحدها. اليوم عندنا نحن غير اسامه سعد اللي كان موجود باعتبار سابقا مع لوائح الثنائي مدعوم، اليوم نزل بالمواجهه مع الدكتور البزري، عبد الرحمن البزري. وبالتالي اذا حسبنا اليوم عندنا 17 مقعد بدل مقعد، فالامر ممكن بالمستقبل يكون اكثر. طبعا اليوم المعركه بدها تكون على قانون انتخابي اخر، لأنه اليوم مفصل ما فيها تكون الدائرة الثالثة بالجنوب نحن نكون 4 أقضية، وبالمقابل تكون المتن قضاء واحد دائرة ويكون نشوف عليه دائرة، يعني كل حدا فصلوا له منطقته بشكل أنه يقدر يجيب النسبة المطلوبة ليأخذ أكترية. اليوم العمل بده يكون على إقرار قانون انتخابي عادل بيعتمد النسبية العادلة، إما لبنان دائرة واحدة أو أقله المحافظات الكبرى دائرة واحدة. وأنا من الناس الذي بؤمن بالكفاءة، ما لي مطرح بموضوع الطائفية والمذهبية، لذلك حلم من وصل لقانون يعتمد الكفاءة وليس الطائفية، يعني لبنان يكون خارج القيد الطائفي. ما بيهمني أنا الشخص شو مذهبه شو دينه، بيهمني يكون عنده برنامج يخدم لبنان والشعب اللبناني، برنامج وطني وخدماتي بامتياز. نعم، حضرتك كناشط على الأرض يعني معروف، وفي كتير ناشطين رح تشتغلوا هلأ، هي اخر سؤال بالانتخابات رح نحكي، رح تبلشوا تشتغلوا من اليوم على قانون جديد للانتخابات؟ نحن من 2015 بلشنا عمليا المطالبه باعتماد النسبيه، وكان القانون الاعرج اللي انتخبوا على اساسه هذا شوي يسمى نسبي ولكنه مفصل على قياساته. بعد اليوم نحن طموحنا كناشطين مدنيين، نؤمن بدولة مدنية، نؤمن ببعضنا بالعلمانية، نحن طموحنا لبنان دائرة واحدة خارج القيد الطائفي. شو فينا نحصل من هذا على فترات؟ الهدف الأساسي لاحقا هو دولة مدنية وقانون انتخابي، نقص عدد النواب لأنه نوابنا أكثر من 40 نائب، هي كارثة. اليوم لبنان كله ما بيطلع قد موسكو، لبنان سكانه قد اسطنبول، عندنا 128 نائب مثل لندن او مثل باريس او كذا، يعني الامر غريب مستغرب. طموحنا قانون انتخابي عادل يعتمد النسبيه خارج القيد الطائفي وتخفيض عدد النواب. لازم استاذ حسن، حضرتك محامي، ثورتك خلينا نقول ثورتك انت والمجموعه اللي معك على ملفات فساد وعلى المحاكم، شو حققتوا لليوم؟ نحن عمليا بمجموعتنا بالمجموعات الثورة، مجموعة الشعب يريد إصلاح النظام، هذه المجموعة تأسست بأيلول عام 2015 من بعد حراك النفايات اللي انطلقنا فيه بتموز نحن، ولكن كنا كأفراد. بدأت بعدين تتكون مجموعات، طلعت رح تكون بدنا نحاسب. نحن بذات الفترة أسسنا مجموعتنا، عمليا ما تركنا الساحات، ما تركنا أبدا العمل الثوري بالشارع، ولكن تميزنا عن باقي المجموعات انه نكاد نكون المجموعه الاولى بموضوع الحراك القضائي. فبدانا بملاحقه عدد من الملفات. الملف الاول كان لما قدمنا الاغلاق مطمر كوستا برافا، مطمر برج حمود، وحققنا اول انتصار قضائي بتاريخ القضاء اللبناني. بعدين فتنا بعشرات الملفات تتعلق بالمال العام، نهب المال العام وهدر المال العام، فتنا ملفات المشاعات ورجعنا للدوله مئات الهكتارات المستولى عليها، رجعنا للدولة كتير رسوم مستحقات بقضايا جمركية وغيرها وغيرها، إلى حتى ما
صارت ثورة 17 تشرين وأردنا مواجهة المصارف، وكنا رأس الحربي بتقديم دعاوى على المصارف وجمعية المصارف وحاكم مصرف لبنان رياض سلامي بالتحديد، وكنا أول مجموعة بتاريخ القضاء اللبناني تأخذ عام 2020 قرار بالحجز الاحتياطي على أملاك وأموال رياض سلامي، ثم تقدمنا بدعوة تانية بالنيابة العامة ببعبدة عام 2021 ضده وضد المصارف كلها، وتمكننا من حصول على قرارات بمنع تصرف على سيارات رياض سلامي، على عقارات رياض سلامي، وعلى باقي أمواله المنقولة حتى ببيته بالرابية، وكمان عملنا منع تصرف على عقارات وأموال سبع مصارف كاملين هن ورؤساء مجالس الإدارة وأعضاء مجالس الإدارة، حيث بلغ مجموع العقارات المحجوزة ضمن قرار منع التصرف حوالي 1500 عقار تقريبا إلى قيمة مالية لا تقل عن 10 مليار دولار. هذا كله موجود بجهدنا ولازلنا مستمرين، غير قرارات منع السفر الصادرة بحق رياض سلامي ورؤساء مجالس الإدارة طبعا أكيد ممنوع. لغاية الآن هو قدم مجموعة طلبات، حتى هلأ بالأسبوع الماضي تقدم هو مع عدد من رؤساء مجالس الإدارة بالنائب العام التمييزي بطلبات متكررة لرفع منع السفر والإشارات الاحترازية. الملف حول للنائب العام الاستئناسي بجبل لبنان القاضي غدعون، حولت لعنا كجهة مدعي لإبداء الرأي. الأسبوع الماضي أبدينا رأينا وننتظر الآن صدور قرار، نتأمل يكون قرار رد الطلب أكيد، لأنه هو الضمان الوحيد لهذه الأموال المحجوزة والعقارات المحجوزة، هي ضمان للمودعين ما عندنا غيرها. إذا رفعوا عنا الحجز رح يتم تهريبه وبيعه، بالتالي المودع بيكون خسر كل شيء حتى الضمانات اللي احنا اشتغلنا عليها كأفراد ضمن مجموعة بالحراك، قدرنا نجيب ضمانات عقارية بدعوة قدمناها لا تقل عن 10 مليار دولار. يعني عقارات موجودة هيدي العقارات مملوكة من المصارف لرؤساء مجالس الإدارة وأعضاء مجالس الإدارة، عقارات إما مملوكة للبنك وإما بصفة شخصية لرئيس مجلس الإدارة أو أعضاء مجلس الإدارة بكل بنك، إذا بتجمعي على مستوى لبنان تخمينها كذا. بعطيك على سبيل المثال مثلا بنك الاعتماد اللبناني اللي على كورنيش النهر خلف العدلية، هذا لوحده السنتر لوحده بتحكي قيمته لا تقل عن حوالي 300-400 مليون دولار، هذا مبنى واحد. فحسبي نحن شو حاجزين مباني عم نشتغل للناس، ولكن برجع بقول لك هذا الشغل كله شغل ينطلق من مجموعتنا، مبادرة فردية، نحن ما عم نتلاقى مع المودعين على الأرض، المودع عم يتفرج علينا بكل صراحة. غير الدكتور حسن خليل الاقتصاد الشهير، ما في حدا عم يدعمنا بموضوع النفقات القضائية، لأنه هو الوحيد هالنوع من الدعاوى بدها نفقات حجز ونفقات أصلا طابع مالي ونفقات تكليف الخبرة اللي تتعين، كل هول بودي مبالغ مكلفة، ما لقينا ولا مودع من اللي عم نشتغلهم نحن ولا عم نقاتل كرمالهم، لا كان معنا على الأرض ولا كان معنا حتى مساهمة لو بليرة واحدة بس، إما من جيبنا أو بدعم بكل صراحة وبكل شفافية من الدكتور حسن خليل. هذا اللي كنت بدي أسألك عنه، أن المودعين بهذه القضية اللي أنتوا رافعينها وبهذه الحجز الأموال والأملاك وإلى آخره، هم حفظوا حقوقهم هون؟ نحن حفظنا لهم جزء من حقوقهم. أنتوا حفظتوا لهم جزء على حقوقهم، من حقوقهم تتحقق يعني في حال أنه أكيد طبعا هذه الدعوة قائمة ومستمرة. أنتوا حاولتوا تتواصلوا مع المودعين أو المودعين؟ أنا محامي جمعية المودعين. نعم أنا محامي جمعية المودعين بصفة شخصية يعني، ولكن للأسف هذه الجمعية اللي أسسها الصديق حسن مغنية مع بعض الناشطين وتأسس بارالل مع مجموعات أخرى تعنى بقضايا المودعين تعاني مع المودعين، يعني جمعية المودعين هلأ تنظم نشاط وتدعي المودعين ما حدا بينزل، يعني الإشكال أنه في تنسيق مع جمعية المودعين مع بعض المجموعات الأخرى، ولكن نزل على الشارع ما في 100-150 مودع كحد أقصى. الإشكال الكبير أنه هؤلاء المودعين الغالبية العظمى أو شبه كلي يؤمن أن وديعته موجودة بالوقت اللي حسب الظاهر منه موجودة، يؤمن أنه بيصدق لحد هلا بعض المصارف أنه ممكن ترجع الودائع، إما هو مودع مسيس وبالتالي يقطع لقرار حزبي فتركين. أنا اليوم كنت بعدي بحديث عم بحكي مع شخص فعلقت قلت له المودع اللي ما بينزل على الأرض والمودع اللي ما بيقدم دعوة ليدافع عن حقه وعن تعب وشقة، هذا مودع لا يستحق أنه الشفقة بكل صراحة. أنا بتعرفيني بعمري ما بجامل ولا بدفي
ما تعبان برزقه يتركه، بس هل تعبان برزقه وهذا رزق لاولاده وشقه عمره وبنفس الوقت قاعد بس بنظر بلا ما ينزل يدافع ويرفع صوته او اقله يقدم دعوه؟ قال بيقولك انا مغترب. مغترب انت قدم دعوه لو كنت مغترب، منا حجه ما تكون على الارض، في وسيله تانية للضغط، قدوا قدموا دعاوه. ليش نحن مجموعه 12 محامين بالحراك، 16 محامي خربنا الدنيا على رياض سلامه وجمعيه المصارف وكل المصارف، 16 شخص نحن، كيف لو كنا مليون؟ فانا بقولك ابدا ما في اي دعم من اي مودة على الاطلاق. استاذ حسن حضرتك على الارض من سنين طويل، انت على الارض، يعني بعد اللي وصلنا له نحن اليوم وهيك هدوء الناس، خلينا نقول قعدتهم على الفيسبوك او على الواتساب، ما عم نشوف البلد مكركب. يعني نحن على الارض بنعرف انه البلد كله مكركب، ما في شيء ظابط، ما في شيء راكب مطرحه. الشعب اللبناني اذا بدك توصفه او اذا يعني انت منك طبيب نفسي بعرف، بس لازم يكون اخذت فكره هيدا الشعب شو بده، شو بده. لكن الصراحه انا دائما هلا بنحكي لايف ما في مونتاج، انا بحب دائما الكلام اللي ما في مونتاج وما في كفوف، الامور مثل ما هي. نحن ما عندنا دوله، نحن مجموعة مزارع، نحن ما عندنا شعب، نحن مجموعة طوائف. فالمواطن اللبناني بيخلق بأول ما بيخلق ينتمي للمذهب ثم للطائفة ثم للدولة الأجنبية راعي للطائفة، آخر شيء لبنان. يعني إذا هلأ شفت ماتش فوتبول بين إيران وبين لبنان بتشوف في جمهور لبنان عم يشجع إيران، صحيح. أو بتشوف جمهور عم يشجع السعودية أو كذا، فهذا مشاهد مخزية ومؤلمة جدا. ف هل هالناس هيدي التي تنتمي للطائفة عندها شعور انه خروجها من عباءة الطائفة او الزعيم الروحي للطائفة او الزعيم السياسي للطائفة سوف يؤدي بها الامر للهلاك، انه والله بيخوفوها من الاخر، انت اليوم اذا مات فلان راح فلان حيجوا ياكلوك. هذا الخوف اللي بيربوا اللي عليه الناس بيخلي الشخص ما بينتمي لوطنه، بينتمي بيكون بخدمة الزعيم وبامر الزعيم. ليك بتشوفيه هلا الزعيم يقول انزلوا بينزل مليون، نحن نقول انزلوا على وجعكم، لا ما بينزلوا. فايه نحن بكل لبنان بعد ما وصلنا على مرحله الوعي السياسي ما عندنا وعي وطني، ما عندنا انتماء وطني، فمن الطبيعي نشوف اللي عم نشوفه. تصور ايش الانتخابات، ناس بتعرف انه فلان سرقها بس بيقول لي بدي انتخبل انه هو انا مأمن لي وظيفي او انه جاب لي منحه لابني او انه مره في واحد بيقول لي ما إلي عم انتخب النائب فلان، والله مرة إجا قام بالواجب توفى بي إجا عزانة وقعد معنا تقبل تعازي. طب هيك شخصية بهذا ما عنده ذرة وعي سياسي بده ينتخب مصيبة لأربع سنين وما بيحاسب، ما بيقلهم برنامجكم السياسي صار له 30 سنة ذات البرنامج كوبي بيست مثل ما هو بتنقلوه من سنة على سنة، شو عملتوا شو أنجزتوا، ما بيحاسب نوابه اللي كانوا ما معهم ياكلوا هلا ما عندهم قصور، ما بيفكر انه انا عم دافع عن رجل سياسي ما معي حبه بنادول وابني جوعان وابني ما معه ياكل، بس ما بيقول انه الزعيم عنده قصر حقه 10 مليون دولار وعنده كهرباء 24 ساعه وعنده الدواء اللي بده اياه وعنده دواء السرطان وعنده فريش دولار وعنده كاش وعنده اللي بده، كل هول ما بيحاسب، خلص يستأنس بالخضوع والمذله تحت اقدام زعيمه. إيه هذا الناس، نحن حتى تعمل ثوره وتبني وطن بدك وعي سياسي، للأسف نحن عم نشغل من سنين عليه، عنا تقدم بطيء نعم لأنه عم نخوض ضمن جدار كبير من الطائفية والمذهبية المترسخة عند اللبنانيين من 500 إلى 600 سنة من قبل المتصرفية لهلأ. إيه الخرقة مثل نقطة ماي عم تنزل على صخرة بدها وقت، فلذلك إيه بالأمل القريب أنا ما بشوف نحن عنا ممكن ثورة فكرية، عنا ممكن مثل ما نزلنا 2015 2019 نزلنا على قناة ثورة، ومش ثورة لسبب معين حدودا 3 أيام وجانا على بيوتنا، لما الشخص بعضه بيكون بالشارع بيعتبر انه كرامة الزعيم واسم الزعيم اولى من وجعه ومن كرامته ومن دمعة طفله، هذا الشخص غير مؤهل ليكون بالثورة او ليكون ثائر، هو بعضه شخص وضيع للبعبعة مش اكتر. التغيير يبدأ بالوعي السياسي. انطلق على الثوار، الثوار اللي كانوا على الأرض اللي نزلوا يحاربوا الفساد، أطلق عليهم عمر سفرات، صحيح. حضرتك وقعت حسب انت شو بتكون حاكي على الفيسبوك،
وقد بتكون انت مقاوم واكثر مقاوم بهيدا البلد وقد بتصير عميل سفر. خبرنا كيفك. قبل ما اعلق لك رح احكيك هالخبريه صارت معي بال 2016. بيسالني حدا مزبوط انت بتقبضوا من السفاره؟ قلت له ايه مزبوط. قام قال لي عن جد؟ قلت له ايه، نحن مجموعه وعندنا مصاريف ونفقات، بدنا حدا يغطي لنا اجار المكتب واغراضنا وكل شيء. قال لي قد ايه بيعطوكم بالشهر؟ قلت له 5000 دولار بيطلع لي بالشهر مساعده. قام قال لي وهلا شو الوضع؟ قلت له بصراحه من لما العمله الايرانيه نزلت بالسوق بطل المبلغ يعمل معنا شيء، لانه كده نقبض بالكذا. قال لي ايش انت بتشتغل مع سفاره ايران؟ قلت له ايه. قال لي خي ريحتني انه اذا انا طلعت بشتغل مع سفاره ايران، لانه هذا موالي للثنائي، انه انا انسان وطني ومنيح، بس انه اتهمت سفاره سعوديه او اماراتيه او امريكاني انا بطلع خائن. لتشوفي عند الناس حتى بموضوع التبعيه للسفاره بيقبلك تكوني تابع لسفاره دوله هو يؤمن فيها انه هيدي اولى من وطنه. هذا مثال. طبعا الحكي كله كركعة وحكي فاضي. طبعا ما فيني انكر انه هذه الثورة والحراك نحن من 2011 بلشنا ولا زلنا مستمرين، تقطرنا 2015 وهلأ صرنا بالمرحلة الاقوى فيها. بس هل الحركات على الارض ما في حدا بيخلقها؟ اكيد في اجهزة بتخلقها لتحقق بالسياسي على مستوى اقليمي ومحلي لتشوه صورتها. في ناس بتقبض مصاري اكيد، في ناس ما حدا في ينكر. صرنا نحكي عن المجموعات المعروفه اللي صار لها بالشارع سنين وعليها كل الاتهامات. مره انا كتبت على الفيسبوك رجاء اذا شي سفاره بدها ناشط انا حاضر، انه اسمك التهمه طالع عليك يا عمي. تعال ما عم نفتش، ما نقدم دعوه بتكلف مليون ليره، عم نفتش على حدا يتولاها يدفع يساعدنا. عم نقول وقتنا وجهدنا واتعابنا مجانيه، على القليل حدا يسخرنا. علما انه تاكد انه كل السفرات المؤثره هي بتعمل مع احزاب السلطه، يعني كل حدا فيهم ما بيخجل يقول انه انا بقبض من هذه الدوله، هن بيقبضوا كلياتهم ما بيخجلوا. وعلى سبيل الاتهامات انا مثلا بالاخر الانتخابات رئيس القوات اللبنانيه سمير جعجع اتهمني انه انا بحزب الله، انه حزب الله حاطيني باللائحه. بالمقابل قبل الانتخابات لحين حصولها بشهر الثنائي الشيعي جمهورا على وسائل التواصل هتك كرامتي وحرمتي بالعمالة لإسرائيل، وأنه أنا ثلاث أرباع صهيوني، وأنه أنا مرتشي سفرات وجاي أضرب بيئة المقاومة إلا ما هنالك. بذات الفترة واحد بتهمني سفرات والتاني بتهمني حزب الله بعكس بعضهم، فبتشوفي العكس. المشروع وحدهم أنه أنا علي قصف من كل الجهات. هون تكوني مرتاحة أنت أكتر، أنك أنت منك بموقف، منك بمحور، أنت مع الوطن مع لبنان. وهن الناس التاني اللي عندها مشاريع خاصة فيها أو مشاريع بتندرج ضمن المحور الإقليمي لكل حدا فيهم بيشوفك خصم، لأنك أنت بتحاسبي على القطعة، منك عندك فكر شمولي بتخون فلان وعلتان. لذلك أنا كمان ضمن بعض مجموعات الثورة أو بيخلطوا أنه أنت لتكون ناشط سياسي وناشط مدني أنت ناشط ضد فساد المنظومة، بس أنت منك خاين لبلدك. لذلك بموضوع العداء الايديولوجي مع العدو الاسرائيلي او اي مع اي عدو بده يضرب الشعب اللبناني، انا حسن بزي مقاوم ضد هذا العدو ايا كانت القوه التي تقوم بعمل المقاومه. وهون بين قوسين كتار بيخلطوا بين المقاومه وبين حزب الله. حزب الله هو احد تشكيلات المقاومه عندما يدافع عن لبنان ستوب. اما المقاومه بالتحديد، المقاومه هي فيها تكون مقاومة عسكرية، فيها تكون مقاومة فكرية، مقاومة رياضية. وشفنا كتير أبطال بيرفع الرأس بلبنان رفضوا المباراة بالرياضة لأنه مع حدا إسرائيلي. وشفنا كتير فنانين رفضوا يقدموا عروض مسرحية لأنه كان في بالمهرجان ناس إسرائيليين. هذه مقاومة. نحن المقاومة من سنة 48 موجودة، بدأت مع كتير تنظيمات واستمرت مع كتير قوى في لبنان دفاعا عن لبنان. هول كل المقاومة. فلذلك عندما نقول نحن مقاومة أكيد نحن مقاومة. المقاومة منا حصري لحدا ومنا محصورة بحدا. وتأكد انه حزب الله لما بتقول عنه انه انت المقاومة بيكون مبسوط انك حصرتي في المقاومة. لا، نحن بدنا نفرق، نحن كلنا مقاومة. عندما كتاب شرف هذا اللي قلنا انه ندافع عن لبنان، نحن ضد اي محتل فات على ارضنا ندافع. وهذا قدمنا شهداء من زمان. ما كانش في حزب الله لما كان في مقاومة. فحزب الله ايه هلا هو الوجه الابرز يمكن لانه الكل انكفأ، ولكن البعض الاخر موجود. ونحن نسمي حالنا مقاومه. كلمه انا مقاوم مش انا بحزب الله،
وكلمة أنا بحزب الله مش يعني هو مقاومة، حزب الله هو أحد المنضوين للمقاومة عندنا ويدافع عن لبنان. وهون بفرق عندما لأنه بالملف الداخلي رأينا مختلف عن بموضوع حزب الله، نعتبره مضم بالملف السياسي. بالملف السياسي هو جزء من هذه المنظومة، بالتالي مسؤول عن كل الأداء السياسي وعن كل الفساد اللي صار بالبلد. لأنه أنا دائما قلت وقاموا علي وكفروني مش شرط لا لا الكل مع بعضهم كلهم هو جزء يعني أنا ما لأنه قالوا لي بس أعطينا أنت عندك أدلة على كل الأحزاب أنه سرق وأنت مقدم دعاوى. قلت له صح. قالوا لي أعطينا على حزب الله. قلت له ما عندي، بس بالجريمة مش بس الفاعل مجرم، في الشريك مجرم، في المحرض مجرم، في المخبئ، في المتدخل. أنت لما بتسمي رئيس حكومة فاسد يعني فاسد، أنت لما بتعطي الثقة لحكومة فاسدة يعني فاسد، أنت لما بتحمي فاسد يعني فاسد. الفساد ما في يكون فقط بسرقة المال العام. فلذلك هون الكلام هلأ اللي بيجيب لي علي القواس من جمهور الثنائي ومن باقي الأحزاب، والكلام الآخر لما تدافع عن عدوتك مع العدو الإسرائيلي بتتأسف إنه في بعض المجموعات بتسمي حالة ثورية أو إنه هي ثورة بدها تقوس عليك لأنك قلت إنك أنت ضد إسرائيل. هذا الخليط بالمفاهيم أنا بفتخر أقول إنه أنا بالملف الداخلي ضد كلهم، يعني كلهم دون استثناء، وبملف الدفاع عن لبنان أنا مع كل إنسان لبناني يدافع عن لبنان طالما أن جيشنا اللبناني غير مسلح وممنوع من التسليح أمريكيا وما عنده القدرة على مواجهة العدو. فبالتالي أنا مع حق أي مواطن لبناني يحمل سلاح ويدافع عن وطنه، لأنه اللي ما بدافع عن وطنه بيكون إنسان بلا كرامة. عظيم أستاذ حسن. أنا بهيدا موضوع السلاح بدي أحكي معك، وأنا أنت بتعرف نحن بنحترم خبرتك ونعرف أنك بتحكي دغري الحق. اليوم في فرق كتير كبير بين سلاح عم بيقاوم ضد العدو الإسرائيلي وبين سلاح فلتان بإيدان كل الناس. صحيح. ولد صغير بتلاقي معه سلاح، حدا عم بيلعب ورق بيزعل من التاني بيقوسه، هيدا زعل من مرته من جاره، هيدا سلاح المتفلت، هيدا شو قصته يعني؟ خليني لك شيء. الأجهزة الأمنية كلها بتعرف أنه كل أحزاب لبنان كلها مسلحة. فلما نحكي عن موضوع نزع السلاح الداخلي بضحكوني الناس انه بقوصوا على حزب معين، كلهم مسلحين، كل الاحزاب مسلحه وكلها ميليشيات، وفي احزاب من الحرب الاهليه ما سلمت كل سلاحها، بعدها عندها راجمات وعندها مدافع وعندها ار بي جي وعندها 12-7 وعندها دوشكا وعندها اللي بدك اياه، كل انواع السلاح موجود ومتروك. انا بختصر لك اياها، سلاح ضد العدو هو سلاح مقاومه، سلاح خارج الشرعية اللبنانية اللي بالداخل هو سلاح ميليشيا للكل يجب نزعه. نحن بنفهم انه في سلاح هو للمقاومة بغض النظر من اللي حامل، نحن ما عم نحكي. انا بعد بدي يكون اكتر، بدي اعبر اكتر، وانا يمكن كتار يزعلوا مني حتى سلاح هو الحقيقة، واكيد كتار ما عم قلك انا بكون مرتاح مع ضميري. انا قلت سلاح الموجه للداخل سلاح ميليشيا، يعني حتى سلاح المقاومة إذا برام بصير سلاح ميليشيا، يعني ما في سلاح اسمه سلاح مقاومة لحال وسلاح ميليشيا لحال. السلاح الموجه جنوبا سلاح مقاومة أيا كان حامله، وسلاح الموجه للداخل سلاح ميليشيا أيا كان حامله. أوضح من هيك ما في رأي عندي. صحيح، بس أنا اللي بدي بطحه أكثر وبدي أسأله يعني توضح الصورة للناس للي عم بيتابعونا اليوم. سلاح يعني خلينا نقول ببعلبك، خلينا نروح على بعلبك اليوم. ما بدي اقول انا حدا بعرف بعلبك مش كل بيت في سلاح ابدا، مش كل بيت في سلاح. نعم. بس في كم حدا عندهم سلاح وقت اللي بدهم بيطلعوا بيقوسوا بيقتلوا صاصة طيشي هون، يعني معروفين اللي معهم سلاح اليوم، وبيرجعوا بس حدا يحكي عن هيدا السلاح بيقول لك سلاح مقاومة. انه هيدا اللي عم بقول شو الدولة يعني لازم يصير شيء، هيدا مين شغلته يشيل هيدا السلاح اللي عم بيقتلوا بعضهم. خلينا هيك شوي نكون واضحين. قلت لك نحكي بلا كفوف. سلاح المقاومة هو سلاح موجود مع حزب الله، ما يسمى سلاح مقاومة، موجود حصرا مع حزب الله، موجود مع بعض القوى الحزبية الأخرى في الجنوب اللي مصنفة حالة أو مصنفة كانت ضمن المقاومة أو قاومت العدو الإسرائيلي. في سلاح متفلت مع الناس، مع العشائر، مع أحزاب تانية، كله موجود. هذا سلاح اما سلاح عصابات واما سلاح ميليشيات يجب نزعه ايا كان حامله. خلص قلت لك من ساعه كلام اكبر من هيك، قلت لك كل سلاح
منه مسنتر جنوبا هو سلاح ميليشيا. ما بدنا اياه، ما بدنا اياه بالاخر. نحن بس مين هيدا؟ كيف ما عم لك بدهم يشيلوه؟ يعني مين بده يشيله من ايده؟ يعني اذا في دوله من احنا لنوصل لهالمرحله هون فتي بموضوع الاستراتيجيه الدفاعيه، انه شو الحل، انه مين قادر. هلا بتقولي لي انت والله بعطيكي مثال، عندنا ببنت جبال ضيعتنا مدينه نبا. ببنت جبال بعام 2020 اول ازمه الدولار على 3000، الجيش وقف طعمي لحمي ودجاج للعسكر، طلع فيها بيان. فكانوا الجيران بكل محبة بنزلوا يمكن طعام أو شيء للجيش. الجيش اللي ما معه يأكل كيف بده يدافع عن بلدي؟ فإن بنت جبال وابن جنوب ما فيك تقولي تحكي هلأ بنزع السلاح، وطالما جيش ما قادر يأكل مش ما قادر يقوس، ليكون منطقيين. بهذه المرحلة ما فيك تحكي حدا بموضوع السلاح. لا فيك تنزع السلاح، بدك تبني دولة، مؤسسات، تبلشي مؤسسات، نظام قضائي، قضاء مستقل، قانون انتخابي عادل، هيدا الدولة بنيتيها، تبني جيش قوي، تصلحيه استراتيجيا، يحمي هو الحدود وعنده قدرة على المواجهة. لما يصير عندك هذا النظام تقدري تستغني، ترجعي انت تقولي الى الناس الان ضبوا سلاحاتكم لأن جيش يقاوم ويدافع. اذا ما عندك جيش يقاوم ويدافع بيكون نزع السلاح هو خيانة بهذا المرحلة، وهو عم تقولي للإسرائيلي فوت دعسنا طاع على خلدي بساعة بس بدك. هذا الممتع كيك يا بكل صراحة. أنا ابن بنت جبال بختلف مع حزب الله بالسياسي قد ما بدك، وأنا عندهم عميل وخاين وكل شيء، بس أنا بنت جبال تغمض عيني لأنه بعرف في حدا عم يدافع عني، صح ولا لا؟ أنا بعرف أنه هلأ الجيش اللبناني ما قادر، يعني مركز هو عبارة عن شو، عن أربع غرف بيتون فيه صاروخ عليهم بدمروه، ما قادر يعمل فيه الجيش، معه M16 ومعه كلاشينكوف، ما قادر. الجيش جيشنا جيش أبطال، بس أمريكا مانعته تسلحه يتسلح. خلي أمريكا تسلحه ويعطونا طيران وصواريخ. هل فعلا أمريكا مانعة؟ أكيد ما بنعرف، ما شفنا قبل في كم طيارة مرة أيام الوزير الياس المر لما كان وزير الداخلية عمل صفقة مع الاتحاد السوفيتي ليجيبوا 6 طيارات ميج، رجعوا استبدلوهن آخر شيء بقطعة برصاص كلاشينكوف لأنه أمريكا قالت ممنوع كذا. فهو 6 طيارات ميج حطوا حجة إنه ما عندهم مطار وما عندهم قطع غيار وكلفتهم وتشغيلهم حتى آخر شيء كذا. نحن عم نعرف إنه أمريكا بتمنع لبنان يتسلح. لما أمريكا تسمح لجيشنا يتسلح أول الناس حاطلع أهتف لنزع سلاح كل العالم اللي على حدود لحمايتنا. أما سلاح أصلاً بأمريكا وبلا أمريكا كل سلاح مش موجه ضد إسرائيل أنا من هلأ ضده، وسلاح ميليشيا وعصابات وزعران ومافيات، وسلاح يستعمل لسرقتنا ولقتلنا ولذلنا، وسلاح يستعمل بالساحات لقمعنا مراراً والدعوسنا مراراً. أوضح من هيك أنا ما عم قلك. بس ما فيني لما بدي عالج موضوع انطلق فيه إنه سحب السلاح، مين بيسحب السلاح؟ ما في دولة. فبدأ نبدأ نحكي كلام سليم وعاقل ومسؤول. اليوم عم نقدم برنامج سياسي للعالم، مش عم نهتف سباب وشتائم كيف ما كان. هذا ما بيبني دولة. بدك تبني دولة، قانون انتخابي عادل، قانون قضاء مستقل، جيش مسلح. بلشنا بالمحاسبة، جبنا اللصوص حاسبناهم، مكننا القضاء والجيش والأمن، ساعتها عنا قدرة نقمع هل العصابات والميليشيات والزعران وكل المافيات الموجودة. اليوم انت اليوم كل شارع في دويلي، اليوم كل شارع في دويلي، قال بقول لك مثلا بحارة حريك في دويلي، ليش انت بمعراب فيك تطلع تصوري صورة بمعراب ولا تحت بالوسط التجاري ولا بالشوف ولا وين؟ كل واحد عامل دويلي محل ما هو ساكن، كلهم عصابات وكلياتهم كل واحد عنده علاقة بدولة أجنبية. بس أنا عمول دايما ليش توجي على شخص؟ ما كلهم مثل بعضهم، ما كلهم دافنينه سوا. أصلا بخبر الشغلي هون 8 و14، هلا فتنا على ملف الداخل تشوفي كيف بيكذبوا علينا. 8 و14 ضبطنا نحن كناشطين 194 تخالف انتخابي بين بعضهم بعزين الأزمة، بالنقابات المهن الحرة وبالجامعات، انتخابات نيابية وبلدية، 194 تخالف انتخابي آخر 10 سنين بس. هول بين بعضهم بيكذبوا على العالم، بيقولوا لا بيكذبوا على العالم شمال ويمين. ليش عنا هلأ خدي بالدائرة الثالثة، حاولوا القوات اللبنانية يعملوا لايحة تانية، فشلوا. كان الهدف منا تاخذ اللائحه كيف ما كان، 8000 صوت مسيحي ببرج عيون وجواره وبنت جبال وجواره، وبالتالي الحاصل عندنا بقل، ويمكن ما نخرق ابناء بيكونوا قدموا خدمه لمين بهالطريقه؟ للثنائي. اذا انت بدك تعمل لائحه كنت ليه عم تعمل لائحه اذا مش قادر تجيب حاصل الا فقط تنزع
جزء منهم. ونفس الشيء عملوا بالدائرة الثانية بصور عملوا القوات لايحة فيها حدا قواتي وفيها حدا خيو كان قائد عسكري بحركة عمل. هاللايحة جابت 6-7000 صوت لو أعطوا لتغيير بصور كنا خلقنا بنائب. فإذا بتشوف دائما بيشتغلوا مع بعضهم حتى يضعفونا نحن كناشطين وكثورة، بس بدهم يلتقوا مع بعضهم بالحكومات وبالنيابات وباللوائح. وعكل حال صورة الحاج علي عمار 2005 بعبد علي القوات والكتائب هو بالنص صرافين باللائحة الشهيرة. فهذا الرغي علينا كلهم يعني كلهم، لما نقول فعلا كلهم يعني كلهم. بس لما نحكي بموضوع العداء لإسرائيل بدك تنطي وتحلل بمنطق بموضوع إسرائيل. ما في موضوع نحكي تفاهات وشعارات فارغة، في موضوع دولة ووطن بدنا ندافع عنه نفديه بالدم. هلا مساب السلاح مع حزب الله، بس في سلاح مع حركة عمل، وفي سلاح مع الحزب الشيوعي ومع القومي ومع البعثي المتواجدين فوق، ويمكن يكون في سلاح مع القوات والكتائب. علما انه ملاحظة، اذا سلاح القوات والكتائب اللي بيكون بجنوب ذاته يوجه للعدو الاسرائيلي في حال حصول معركة، حتما انا ارى في هذا سلاح قدسي مثل اي سلاح يقاوم العدو الاسرائيلي. استاذ حسن، بعدك مؤمن نعم او لا؟ نعم. بعدك مؤمن بإصلاح النظام؟ أكيد، لأنه نحن اليوم مش عم نحكي كلمة بعد قادرين نصلح. لكن في ناس بتقول إسقاط النظام، بيغلطوا. نحن بدنا إسقاط المنظومة. نعم. النظام إذا سقط عدنا للحرب، بطل النظام. شو يعني؟ انهيار المؤسسات. نعم. أما إسقاط المنظومة إسقاط أشخاص. فنحن نسعى لإصلاح النظام وإسقاط المنظومة وليس إسقاط النظام. إصلاح النظام كيف بيصير؟ لما نعمل أنه انتخابي عادل هذا إصلاح، لما نعمل قضاء مستقل هذا إصلاح، لما نقر الإثراء غير مشروع هذا إصلاح، سري كذا، هول الإقطاعات القوانين اللي بيبنوا دولة هول الإصلاح. بعد التواصل مع النواب المستقلين اللي كانوا معك باللائحة بالتحديد؟ إيه أكيد، على تواصل شبه يومي وتشاور. شفناك يعني معهم بالنقورة وقت اللي دايو؟ أكيد. نحن مش من نحن الموضوع مش موضوع أشخاص، نحن مشروع. فلذلك بعد في اليوم النواب هن نجحوا، قد ينجح غيرهم، كنا متفقين انه مين ما ينجح ياخذوا برايكم انتم اللي كنتوا معهم على اللائحه. اكيد في 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 التشاور دائم. اليوم هن اليوم ثابت هن نجحوا، بس هن نجحوا باسم مشروع. فالهدف نحن مشروع مستمر بالنواب او بلا نواب، مستمرين سوا. حتى لو ما نجحوا بالمره مستمرين، لو نجح اكثر مستمرين باي طريقه. نحن عندنا مشروع وليس اشخاص. بالنسبه للاتصالات استاذ حسن، شفنا في ناشطة نعمة بدر الدين عم تشتغل على هذا الموضوع، شفنا جمعيات تانية عم تشتغل، الكل عم بيشتغل بس مش الكل مع بعضه. يمكن كل حدا مجموعتكم عم تشتغل شيء للاتصالات. لكن حتى أكون من باب الشفافية، ما بحب أكل تعب غيري. نعمة بدر الدين ومجموعة وعي اللي بتنتسب لها أول ما فتح الملف من سنين، ونحن كنا نتشارك معهم بهذا الملف لوقت ما صار انه اعيد الشركتين لملك للدولة. فاذا من الاساس نحن ونعمت ونعمت بالتحديد اكثر كمجموعة من باب الانصاف يعني. هلأ من بعد اللي صار بالفترة الاخيرة، اي صار في مجموعة طعنات ضد مرسوم زيادة التعريفة. ما احترامي لكتر قدموا دعاوة بهذا الاطار بشورى الدولة. الطعن فقط بالمرسوم هو طعن خاطئ، لأنه يستند على قرار رقمه 155 لمجلس الوزراء. كان المفروض يتم الطعن بهذا القرار. اللي عملنا نحن مجموعة أمور. أولا حصلنا على نسخ عن القرار 155 من بعد ما راجعنا رئاسة مجلس الوزراء. اليوم تحديدا سلمونا نسخة عنه للقرار، وعم نحضر طعن في هذا القرار والمرسوم تبعا. وبالتالي هيك بيكون الطعن نظامي ومقبول بالشكل بالأساس، وإن شاء الله بيكون في نتيجة جدية بهذا الإطار. في عنا ناس لجأوا لقضاء العجلي من ضمن الأستاذ نعمة بدر الدين لوقف موضوع الفوترة لجزء من حزيران على على سعر صيرفة، وهن عم يتابعوا ملفهم. عنا ملف آخر تبيلنا أثناء الملاحقة التعريفي بالصدفة، التفتنا أنه تم بيع مئات خطوط الخليوية المميزة دون مزاد علني. وكتبت أنا عن الموضوع عندي على صفحتي، فبرد علي الوزير بالمباشر. صحيح. بيهدد بملاحقتي قضائيا ومسلكيا بنعابة المحامين. موقعنا نزل هذا الخبر. فأنا سبقته وقلت له ما حقوم ترك تهددني، أنا حقدم دعوة ضدك. وقدمنا أخبار
النيابة العامة المالية الأسبوع الماضي وبدأ التحقيق. ما بيقدر يقول لي الوزير أنه أنا بعته على السعر المقرر قبل، أنت بدك تعمل مزاد علني لأنه هذا السعر هو الحد الأدنى، كنت بتقدر تعمل مزاد وتطلع. اثنين، السعر المقرر مقرر على 1500 ليرة، يعني الخط اللي حقه 20 مليون ليرة كان بيسوى 13,000 دولار، ما فيك اليوم تبيعه ب 20 مليون ليرة ب 600 دولار. هون انت هدرت مال عام وانت روحت على الخزينة مبالغ كبيرة، بل اكتر من هيك تم بيع القانون بيقول الخط المميز خط واحد لكل مواطن. انا عندي موكل اللي هو فضح الفضيحة اشترى 7 خطوط، أرقام مميزة لذات الشخص، بل أكثر من هيك موكل دفع بالدولار حقهم. هون الفضيحة الكبيرة اللي هي إذا ثبت صحتها القضاء بيحسم، بس ما في موكل يشتري يدفع بالدولار وتم تسعير على اللبناني. يعني إذا خط حقه 5,000 دولار ما يتفوتر 7.5 مليون، من 5,000 دولار اليوم بيساوي 150 مليون. وين الفرق راح؟ وين الإيصال؟ ما أعطوا الناس إيصالات اللي اشترت خطوط على حجة انه في اضراب، بس برجعون الايصالات، دفعوا كاش بمكتب الوزير. فهذا الموضوع نحن والوزير ما يعمل لي فيها ملاك، اذا هو ملاك يشوف اللي حواليه يفتح تحقيق فيها. على كل حال القضاء بده ياخذ مجرى، دفعته يعني اكيد قدمنا بهذا الاطار، قدمنا بدنا نحن ليش دفعتونا بالدولار وليش ما اعطيتونا ايصالات ليش دفعنا على سعر صارفة ولا على 1500 ليرة، وليش ما عملتوا مزاد؟ افترضوا انتوا بعتونا فعلا خط ب 1500 دولار الخط، ليه ما عملتوا مزاد؟ بلكي جاب الخط 2500 دولار بالمزاد بتكسب الخزينه. فهذا ملف كمان فتحناه وعم نتابعه نحن والوزير. بعتقد الاسبوع القادم ان شاء الله اول جلسه نعطي افادتنا وبتم استدعاء للتحقيق معه. يعني بدنا نتمنى لك الله يقويك. تسلم يا رب. ما بعرف فاتح جبهات كتير ومفتوح عليك جبهات كتير، شو صار؟ بس اخر سؤال بدي اسألك، شو صار بالقضية اللي رفع عليك دكتور سامي شاجع؟ القضية مرفوعة من ايام الثورة بمعرض نزاعه مع الال بي سي، لما تهجم على رئيسة محكمة جزا بيروت اللي حكمت لصالح الال بي سي ضد الحزب القوات على موضوع ملكية القناة يعني. عمل مجموعة تغريدات مسيئة للقاضي والمحاسبين، شتائم نزل ناره بالنازل كان. فأنا علقت وقتها أنه هذا الأمر غير مقبول ومش مسموح. بكل صراحة كده كتبت لقاتل رئيس حكومي يتنطح للقضاء الشريف، مش مقبول ممارسة عمل السياسي بهذا الإطار. أنت مسؤول، أنت عم تهدد القاضي وعم تبيح دمه. كان هالموضوع كتبت منشور لمدة 7 دقائق بس ورجعت شلته، قلت ما بدي أتدخل بهالتفاصيل، موضوع ما بيعنيني شوي. فرفع دعوة علي. انت محيته انزلته 7 دقائق بس. ففوجئت بعد فترة انه قدم شكوى ضدي بجرائم تهديد بالقتل وتهديد واثارة نعرات طائفية وتعكير علاقات لبنان بمعرف، حوالي شيء 48 مادة بقانون العبايات. اشتكى علي، طلع الدكتور الحكيم خيفان على حاله مني، انا اللي بقاتل بالألم، فخايفين مني، مقدم علي شكوى من 3 سنين لهلا ما عم يحضر هو. تتأجل الشكوى مرة بعد مرة والقاضي عم يطلب حضوره ليعرف يستفسر منه عن بعض التفاصيل، ليش شكى علي بقانون العقوبات كلياته، ليعرف انا كيف هددته بالقتل، كيف شعملت هالتفاصيل، ما عم يجي على الجلسة وانا مصر على حضوره. فلذلك عم تتأجل كل مرة لتكرار دعوته على محكمة جزاء يعني بعدها بالهواء، بعدها قائمة الدعوة. علما انه بذات الوقت قدم 150 شكوى على ناشطين بذات المرحلة، سقط عن كل الناشطين حقه الشخصي ابدا كله الا انا، ما سقط عني، مستمر بدعوته ضدي. قول الحمد لله. هيك بتشوفي يعني علاء مقدم دعاوى انا على الكل والكل مقدمين دعاوى علي، الحمد لله. ما بيقدر حدا يحطني باي خانة ابدا بالسياسه لانه كلهم رافعين دعاوى علي، انا رافع دعاوى عليهم كلهم بالشق المتعلق بالفساد، مش دعاوى شخصيه يعني. استاذ حسن لا يمل. تسلم يا رب. الاستاذ ناشط الوطني والاجتماعي والقانوني كله مع بعضه. هيدا اخر كلمه وجهها هيك للشعب اللبناني، كلمه هيك مختصره. والله
أنا صرت موجه حوالي شي 1000 خطاب يمكن بهالسنين الطويلة، بس بدي أقول نفس الكلمة اللي قلتها من شوي، ما في أغلى من ابنك إلا وطنك، ما في أغلى من وجعك إلا وطنك. هذا الوطن بدك تبنيه مش لحالك، لأجيالك، بدك تشيل الدين العام، بدك تبني وطن ابنك فيه يأكل ويشرب ويتعلم ويتطبب. هول الطقم السياسي مجموعة من النصوص الحاكمين سرقونا ونهبونا وقتلونا. هول الطقم السياسي كانوا 16 سنة حرب أهلية، أمر حرب وبدلات عسكرية ودبح على الهوية، نفسهم قعدوا على الطاولة حطوا جرافات وسرقونا وعملوا ديننا العام 120 مليار دولار وأذلونا وفرقونا وهجرونا. كل مرة منقلكم عندكم فرصة للتغيير ولبناء وطن، صوتك هو بيغير. هالمرة جزء منكم سمعنا، بتمنى بالمرة القادمة تعرفوا أن هذا الوطن للجميع، لحدا فيه يقتلنا ولا فيه هجرنا ولا فيه يسرقنا بالقوة. طلع الطائف اللي بتخافوا منا فهجركم، زعيمك اللي شارك مع زعم الطوائف التانية بإفلاسنا وبسرقتنا وبنهبنا هو اللي ساهم أنه هجرك وهجر ابنك وصار بعيد عن عينك. يعطيكم ألف عافية. متابعينا شكرا كثير للمتابعة، وبدي لكم أنه حرف ألف مقصورة هو آخر حرف معنا لتركيب الجملة، وكل حدا ركب الجملة أخذ الأحرف كلها وركبها يبعث لنا جملة ماسنجر عشان ما حدا يتنقل عن الثاني. بعثوا لنا إياها ماسنجر ونبقى نحن بنحكيكم عن المسابقة. شكرا كثير للمتابعة، شكرا أستاذ حسن. شكرا لك، يعطيك ألف عافية.